اللي عم بيصير حاليا في المحاكم هو عبارة عن يعني بعد بين الواقع وبين التشريعات اللي عم تصدر. الأزمة التشريعية الحالية هي سببها الوحيد والأول إنه عدم وجود مجلس تشريعي. هذا انتهاك صارخ للحقوق والحريات العامة وللقانون أيضا. لسلكنا اليوم إلغاء القرارات بقانون التي تم إصدارها مؤخراً من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تضر بحقوق المواطنين. إحنا موجودين هون اليوم من أجل سيادة القانون ومن أجل العدالة ومن أجل قرارات بقانون صحيحة ومن أجل إلغاء جميع القرارات السابقة أو دراستها أو وقفها. إحنا اليوم متواجدين عشان القرارات بقانون صدرت مؤخراً من سيادة الرئيس. بما انه هاي القرارات بقانون لا تلائم الوضع الحالي هو في فلسطين، احنا رسالتنا ان تلتغي هاي، يشوف قرارات بقانون ان كان لها داعي وضروره تكون مطابقه للارض الواقع تساعد المواطنين. قرارات الصادره بقانون للاسف في يعني كل اسبوع او اسبوعين بيصدر قرار بقانون، وهي كلها ضد الحقوق والحريات العامه وضد سياده القانون. رسالتنا ضد القرارات بقوانين عمالها بتصدر من غير مجلس تشريع ومن الرئيس، وهذه القوانين القرارات بقوانين غير قانونيه وفيها اجحاف بحق المواطن وبحق بحق المواطنين عامة، سواء بالقانون التنفيذ، قانون الإجراءات الجزائية، قانون الأصول المدنية، صار عليها تعديلات خطيرة وماسة بحقوق المواطنين، يعني هي غير كافية لحق المواطن. اليوم احنا كمحامين فلسطينيين رفض نهج القرارات بقانون، إلى الجهات المسؤولة أن يتوقفوا عند مسؤولياتهم فيما يتعلق بالتعديلات التي جرت أخيرا على القرارات بقانون المعدل قانون أصول المحاكمات وقانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية والتنفيذ. عليهم أن يعودوا ويرجعوا عن التعديلات التي أجروها على هذه القرارات بقانون. قرارات بقانون هي قرارات مرفوضة، وإحنا كمحامين مش بس بتهمنا، إحنا بتهمنا كمواطن أولا لتحقيق العدالة وسيادة القانون. كمحامين المطلب الأساسي الحالي إلغاء كافة القرارات بقوانين لحين البت في التعديلات النهائية بالشراكة مع كافة أطراف مجلس الاستشاري للعدالة. المفروض يكون عندنا مجلس تشريعي حتى يتم إقرار القوانين، لازم يكون في قراءة أولى وفي قراءة ثانية حتى يصدر القانون.